في موقف واحد عبرت جامعة الدول العربية عن رفضها القاطع للتدخلات الإيرانية التي وفق الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط تجاوزت كل الحدود وتحولت إلى شوكة في خاصرة السعودية والدول الخليجية الأخرى. أبو الغيط اعتبر أيضا أن استهداف السعودية غير مقبول أكان في الشكل أو المضمون. فالصاروخ الذي استهدف الرياض إيراني الصنع، وهو رسالة إيرانية واضحة في عدائيتها، لم يفلح المسؤولون الإيرانيون حتى في تجميلها، لأن العواصم العربية تقع في مرمى صواريخ طهران البالستية. إنها رسالة غير مقبولة شكلا أو مضمونا. وفي البيان الختامي لهذا الاجتماع العربي، أبو الغيط أشار أيضا إلى أن هناك اجتماعا عربيا أو إجماعا عربيا على رفض النهج والسلوك الإيراني، معلنا عن تحفظ لبنان على فقرات تتعلق بسلوك حزب الله في هذا البيان الختامي، وليس تحفظا على إدانة السلوك الإيراني. في إجماع عربي، يعني أستطيع القول أن هناك إجماع عربي على رفض الأداء الإيراني، على النهج الإيراني، على التصرفات الإيرانية. آمل أنه هذه الرسالة تصل لهم وأنهم يغيروا من مواقفهم. مسألة سوف تستغرق وقتا، لأنه النهج الإيراني لم يبدأ أمس فقط. النهج الإيراني مضى عليه سنوات وسنوات، وربما أكثر من عقد، يسعى إلى توسيع النفوذ، الهيمنة، الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط، السيطرة على القرار في عواصم عربية. وبالتالي الجانب العربي اليوم يرد بنفس الموقف. اعتبر وزير الخارجية السعودي عادل